السلام عليكم. السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. الدرس اليوم غادي نقدموه رؤساء الأندية المنحرفة، رؤساء أندية اللي ما يتشرفوش باش يكونوا رؤساء تاع ولايات. تشوف انت رئيس نادي تاع في بلعباس ولا في قسنطينه ولا في وهران ولا المهم ما يشرفوش. كي تشوف انت عنتر يحيى يقدم دروس لرؤساء ومسيرين كل الأندية في التسيير في الانتدابات المدروسة وطريقة الكلام في الاحترافية. يعني شوف كيفاش حنا نحوسوا على ناس كيما هكا. انا ماذا بيا يجي مطمور محسوب، مطمور متيارت، مطمور يغضب في تيارت، غلام يدو زعما غلام بوقرة، صح بوقرة غلام يغضب جوايه الشرق، واحد يغضب في الغرب، واحد يغضب كيما دارو المنتخب تاع 58، هما اللي خرجوا لنا كيما نقولوا حنايا، خرجوا لنا كيسموه بلومي، خرجوا لنا مرسقان، خرجوا عصاد، خرجوا لعابه قموح، خرجوا قموح. شوف كي نذكر قموح اللعاب لين انحقر ما راحش لعب كوب دي مود، هو قموح على بالكم بلي لعب قال لي كالبيكاسيو تاع 82، كالبيكاسيو قال لعبها ومي جاو رايحين داو كيسمو داو بالشيخ، والله العظيم مي جاو رايحين داو بالشيخ. قموح ما راحش، قموح ماركا في لاغوس في نيجيريا، ربحنا 2-0 ماركا قموح وماركا بلومي. ايوا مي جاو رايحين لاسبانيا داو بالشيخ ما لعبش كاع، وداو هو وخلاو قموح لعب لي الحقر كاع الحقر. علاش؟ عم خطر كاين صحفيين بغاو يروحوا يديروا، قال لهم روحوا بعدوني، ما خاطيني وخاطيكم روحوا قيلوني، عايش وقيل في ليون، قال لهم روحوا قيلوني، قال لهم ما خاصنيش، ما تقولوا ما تهضروش عليا، انا لعبت صايك هي تربحوا، روحوا ما تهضروش معايا. اول لاعب اللي احترف في اوروبا من هذا الجيل تاع الجيل اللي يتكلم عليه بالشيخ، اول لاعب والله كي نجبد ولا غمري تاعنا تاع لازم داو فانيك طردو هو وداو ماجر باش يكون على بالكم، ومري تاع لازم داو هو طردو هو وداو ماجر فانيك، وخرو يمشيو بشويه وخرو ماجر كي يلعب طروا، لازم ماجر يلعب، طلعوه لقدام ووخرو هو مسكين باش يكون على بالكم. حنا نعاودو نولو نتكلمو على نتكلمو على الفريق تاع لافالان تاع 58، الفريق تاع لافالان تاع 58 ماشي كيما زين عامر مي قالكم الفريق تاع لافالان تكون في 53، قاري عنده الباك بليس 17 ما يعرفش التاريخ تاع الجزائر، خاطش ما قراوش التاريخ تاع الجزائر. كاين اللي قرا، كاين اللي بغا ولا يبحث على التاريخ تاع نابليون، كاين اللي بغا يقرا التاريخ تاع نابليون ما قراش على التاريخ تاع الجزائر. هذا الناس هذو على ذلك احنا اليوم كي نتكلموا كيما هكا تاع 58 بعد الاستقلال، هما اللي ربدوا المشعل اللي راح اونترين اللي لعبوا، صح لعبوا كيما كروم في 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 في, في, في شلف، بزاف لعابه كاين بزاف كيما تاع مولوديه اللي وصل المولوديه فينال، لونترين اللي وصل المولوديه فينال 89 اللي وصلهم فينال فانيك هذاك، سعيد عمارة الله يرحمهم واللي راه حي ربي يطول في عمره ولا يشافيه، كيما سعيد عمارة فيك الله يرحمه، كي دا الشامبيون مع معسكر ما كاش اللي كان داير معسكر تدي الشامبيون. هما لكم حنا اللي قلنا نخدموا هذه الخدمه الحاج، وين كي نقول على بالكم كاين اللي مين تجبد الحاج يقول لك الحاج شوبير بالك الحاج، انا الحاج ما نعرفو ما يعرف، ماشي ما نعرفوش انا نعرفو كيما نتوما نعرفو رئيس اتحاديه، انا بصح هو بالك ما يعرف، ما لقيتو ما لقاني الناس ميصيبوا عندنا المعلومه، وهي المعلومه مين تا راني من 2008 وانا نخدم في اليوتيوب،
كاين ناس اللي عيطوا لي كاين اللي يعطوني معلومات كاين اللي كاين بزاف مي باركي تاع خصم تاع عنابه مسكين كان يهدر معايا الله يرحمه كاين بزاف رؤساء مازال رؤساء نوادي يهدروا معنا صحفيين يهدروا معنا رؤساء رابطات يهدروا معنا هون انتم راكم حاسبين بلي راني نجيب غير من راسي من الاتحاديه يهدروا معنا من الاتحاديه يهدروا معنا تاك حاسب بلي راني غير من راسي هكا قاعد هكا نبدا نهدر وين الحاج وين الجيل تاع 2010 الجيل تاع ام درمان شوفوا كاع اللي راح ماناجر اللي راح مدرب اللي راح مكتشف اللي راح كل واحد وين راح من عطاهم وين يروحوا الناس اللي يقول لك جماب بالماضي ما يبغيش الحاج محمد راو يا ودي راك غلط يا والحاج هو اللي جابوه هنا قرا مع بلومي مع مازا قرا والتصاوير هذوك كاودي كانوا عندي تصاوير يومين جابوا الهادي مي راح الحاج الهادي ودع لي مع زطشي مع الجماعه هذو بلعوا المركز تاع التدريب طردوهم جماب بالماضي كان خاصو لي ديبلوم الحاج قلبه وين اداه اداه للسودان خدم ديبلوم وزاد دخله لمصر خدم له ديبلوم وعاود كذب كذب المنتخب القطري خاطش كان كاذب البي وكان يحوس باش يكذب المنتخب القطري كان خاصو لي ديبلوم كانوا خاصينو لي شهادات كان خاصته باش يزيد يقرا باش يكذب المنتخب الاول باش يكون على بالكم الحاج هو اللي قلبه داه للسودان خدم له الدبلوم ماشي خدم له زاد قرا في السودان وزاد قرا هذه على ما تطرحوهاش عليه انا دروك نتحداكم الصحافه طرحوها عليه ماشي قاعد تغلطوا في الشعب ما تغلطوش الشعب ما تكذبوش على الشعب جاما بالماضي الحاج هو اللي دبر عليه داه للسودان قرا ودا الدبلوم وزاد دا الدبلوم في مصر وراح كذب المنتخب الاول في قطر باش يكون على بالكم يا جماعه ما تكذبوش على الغاشيه هاو قاعدين ما تطرحوا اسئله على جاما بالماضي كونوا رجال واجهوه بالحقيقه ماشي تروح تجيب له ماشي تروح تهضر لي تقول له عوار غادي يقول لك هيا خليني عوار هيا خليني يقول لك اذا انتم رجال قولوا له يعطيكم الى بصح ماشي رجال هذه اللي تجوا فما كاع في الليل الو اش تطرح سؤال لا قال عندك سؤال اش دير على بالنا اش ديروا ما راكمش رجال انا كوستكم رجال والله ما نعايركم ما راكمش رجال هرم انتم تشيتوا للصحافه الفرنسيه داروا عليكم حصه يضحكوا عليكم التعامل مع المدرب ما كاش واحد راجل ينوض يقول له سي جمال بالماضي اعطينا المعيار من عيط الزرقان وتعلم سيا على ما تعيطش البودبوس على ما تعيطش الفلان على ما تعيط زعما كي لا مازال ما عيطلهمش مازالت القائمه مازال انا نهضر مازال تما مكاش صحافي ينوض يقول له كيفاش هذو راهم حابسين في 7 شهور وعيطت لهم هيا كونوا رجال هيا كونوا رجال ديروها كونوا رجال ينوض واحد راجل يهدر ما يخافش بصح هذه كاع ما تصراش معاكم نتوما غادي كاع راكم موجدين عوار قويري عدلي العروسي كاع موجدين هذه طويت نار باي عاير طاب تردوها نتوما تكمصوا تحاربوا بها وتنسوا على سيدكم والخبر اللي راه عندي 50-50 الخبر اللي راه عندي 50-50 نقول لكم استوالا وزاتشي غادي بالك ما يعطوش الباسبور باش يقلع يروح التربص اللي غادي يديروه غادي يروح الشوفير تاع الطياره المساعدين تاعو زوج مضيافات المكلف بال كي يسموه الوفد رئيس الوفد برك هذا مكان اللي غادي تروح تلبط اللعابه الجزائريين من فرنسا باش يكون على بالكم 50-50 بصح بالك الساعه في الليل ولا غدوه ان شاء الله نجيب لكم الرسمي تاعها هذه باش يكون على بالكم حنايا ناس ماذا بينا واحد كيما عنتر يحيى ديروا كيما عنتر كونوا رجال ديروا كيما عنتر يحيى كونوا رجال راك تشوف كيفاش المستوى في الندوه الصحفيه جلب اللاعبين كيما يقول لك جلب اللاعبين مدروس زعما ماشي لاعب ماشي غير هكا
كلش كلش مدروس كلش. هذا هو المناجر. حنايا لي سي هنايا شات فريزيدو تاعنا كيما عام بابا مي بغاو يحاوزو شرح جاب راح جاب بادو زكي فوت به شهرين وثلاثة ايو طرده. هاك شو خدمه كي دايره اللي هنا بريزيدو راه قاعد يقول له شكون لا يدور الشعب قاعد يبغي يقول له الجوار فلاني اي روح جيبو روح روح جيبو طوي سكتو علينا. هذه هي كيما عقليتهم غير مدروسه استدعاءات غير مدروسين ما كاش مدروس ما كاش باش انتداب لاعبين ماشي بالارقام مدروس كيفاش تجيب لاعب راه الاهلي المصري بيجيبوا بغاو يجيبوا بلايلي يعني شوف لازم يخرجوه من العين البرا من العين البرا يخرج ماشي غير هكا ما مكاش الناس على بالك يجي بريزيدو يجي بيخون داير في راسو بيخون. حنا هنا في الجزائر رئيس نادي جاي بيخون يجي بيخون اعطوا المكان خلوا الناس اين مولودية وهران وين هذاك غنام هذاك هذاك غنام اللي كان بريزيدو 89 90ات في النهايه تاع تاع الثمانينات خدمه كي دايره كاين ماروك جا